خليفة. ولكن إلى أي مدرسة ثانوية سأذهب؟ طيب متى أستطيع الذهاب؟ آنسة لو سمحتي، ما اسم الشخص الذي سيرسلني إلى المدرسة الثانوية؟ هل لك أن تهدئي قليلا وسأخبرك؟ كما أرى فأنت سعيدة لمغادرة هذا المكان. كلا، أنا لا أقصد ذلك. وجهك يعبر. حسنا جودي، ستلتحقين بالمدرسة الثانوية وسأرتاح منك. لكن اسم المدرسة؟ مدرسة داخلية في نيوجيرسي، مدرسة لينكولن الثانوية. أرجو أن تحسن التصرف. مدرسة لينكولن الثانوية؟ واسم الشخص الذي سيرسلك إلى هناك هو السيد جون سميث، والذي زارنا هنا في المدرسة. سيد جون سميث؟ بالطبع هذا ليس اسمه الحقيقي. إنه رجل غريب الطباع، لقد طلب مني عدم إخبارك باسمه الحقيقي ولا أعرف لماذا. لم يذكر اسمه؟ لماذا؟ جودي كفى. سيقوم السيد سميث بتحويل الأقساط للدراسة والغذاء رأسا إلى المدرسة، وسيعطيك مصروفا شهريا طوال فترة دراستك. مصروف؟ وتذكري ألا تبذريه دون فائدة. وأيضا كان من المفروض أن يكون هذا تبرعا لمدرسة البنات الداخلية. السيد وولتر سكرتير السيد سميث سيرسل النقود إليك شهريا، وعليك أن تكتبي له تشكريه في الرسالة، ولكن ليس من أجل النقود بالطبع. هذا واجب يجب أن تعيه. لماذا أكتب له إذن؟ آسفة. حسنا، مثلا يمكنك الكتابة عن دراستك، حياتك الدراسية، اكتبي له بالتفصيل. وبالطبع فإن السيد سميث لن يرد على رسائلك، كما عليك الكتابة إلى السيد رئيس الجمعية. كتابات جادة، هل هذا مفهوم؟ نعم مفهوم. وإذا عليك أن تكوني جاهزة في أي لحظة. جاهزة الآن جودي. كيف ستجهزين نفسك؟ لقد تسلمت هذه من السيد سميث، ستقوم الآن سأسل بمساعدتك. لحظة، مرة أخرى تذكري أن هذا تبرعا لمدرسة البنات الداخلية. أعدك بأنني لن أكون مبذرة. حتما علي أن أتقابل السادات منذ الآن. شكرا جزيلا لك. أنت ليزا، هذه الورقة ليست نقودا. خذيه إلى البنك وسيقومون بصرفه لك هناك. إذا هذه الورقة تعني 50 دولارا. هذا رائع، سوف أشتري كثيرا من الملابس الجميلة. رائع. استعيني بالآن سأسأل، أتسمعين؟ هذا الأنسة ليزا. لا 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 أستطيع. أنا آسفة جدا يا إيميلي، علي أن أستعد للمدرسة. وأنا سأستعد أيضا. وأنا أيضا. وأنا أرجوك جودي، أرجوك جودي، أرجوك. حسنا، بإمكانكم مساعدتي الآن. هيا. إلى أين؟ إلى أين ستذهبون؟ عودوا إلى صفوفكم. لا، بل أنني سأبقى وأساعد جودي. وأنا أيضا. وأنا. استمعوا لما أقول، سأخبر الآنسة ليزا. هيا إيميلي، بليز. أنك ستلتحقين بالمدرسة الثانوية، سأقوم أنا برعايتهم. أنا المسؤولة، لا دخل لك. هيا هيا بنا، هيا هيا معي، هيا كفى كفى. أنا سعيدة من أجلك يا جودي، أنا واثقة أنك ستفوزين. مبروك. شكرا لك أنسة إيستيل. عليك التخلص من هذه الملابس القديمة. لا تزال صالحة. لا عليك، يمكنك شراء بعض الملابس الجديدة. ستذهبين للمدرسة جودي. على العموم أنت لا تملكين شيئا. ما بك، هيا لنذهب، لنذهب إلى البنك.
ثم الخياط لنشتري ثيابا جديدة وجميلة. هيا جودي. أنا سعيد لأن الله منحنا هذا الولد، سيساعدنا في المستقبل. اسكت، لسنا بحاجة لمساعدة أحد، لقد أردناه لأننا نحب الأطفال، إنه لا يتكلم أبدا. لا بأس، إنه خجل فقط، نحن بالتأكيد نقدر لكم هذا. هل يمكننا الذهاب لمكتبي؟ تفضلوا من هنا إذا سمحتم. تعال تعال يا تومي. الدلو، أنا سأفعل ذلك. سأعود. حسنا، تفضلوا من هنا. تذكري جودي، لا تصرفي كل النقود. على العموم فإن الناس ترغب برعاية بنات يبلغن الثالثة من أعمارهن، ولكن تومي ولد محظوظ، تستضيفه عائلة لطيفة مثلكما، هذا لطف منكما. تومي، لماذا أتصرفي؟ لماذا لا تجيب؟ أنت سعيد بالتأكيد، أليس كذلك؟ هيا أسرعي. جهز بأسرع وقت. أنا من سيرعاهم بما أنك ستلتحقين بالمدرسة الثانوية. لست بحاجة شيء. لست بحاجة ملابس. 20 بطانية جميلة، 3 بنزينة صابون، 5 مجموعات من الكراسي. هذا غير كافي. ما الذي يجري في الخارج؟ هيا يا أطفال، اجتمعوا حولي بسرعة بسرعة، لقد أحضرت لكم الهدايا، هيا اجتمعوا. جودي، أخبرينا ماذا يوجد في داخل الصندوق. جودي افتحي. نعم، انتظروا قليلا، إميلي تعالي وقفي الشريط. هيا هيا انظروا. لمن هذا بالضبط؟ ما قصدك؟ هدية لك يا فادي. لا.
لماذا فعلت هذا؟ هل بدأت من الآن تشفقين علينا لأنك ذاهبة إلى المدرسة الثانوية؟ تقدمين الهدايا للأيتام الفقراء، هل هذا يجلب لك السعادة؟ سادي، جودي لم تقصد الإساءة. ماذا تقصد؟ سادي، لقد مرت جودي بأوقات عصيبة، ستذهب للمدرسة وحدها. بإمكاني الذهاب بدلا منها إن كانت لا ترغب. أنت سعيدة بعمل كهذا ولكنه أمر مخرف بالنسبة لي. تومي، تومي أكيد أن شعورك مثل شعوري. تومي، هل قبلت هذا؟ كان يجب عليك أن ترفضه لأنه سيعطي جودي سعادة. أنت ذاهب إلى حقل، كيف ستدرس هناك؟ لا تقولي مثل هذا الكلام. سادي، أنا لست ذاهبا للعمل في الحقل، بل سيرعاني أصحاب الحقل، سيكون لي أب وأم. بالطبع سأعمل، سأساعد والداي، وإن كنت أريد الدراسة فعندها سأدرس. هل كلامي واضح لك؟ غير صحيح. لا 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 لا، لا يمكن هذا، هذا غير صحيح. تومي، تومي، قل إن هذا غير صحيح. قل قل. ما الذي يجري هنا بالضبط؟ أخبريني. في الواقع إن جودي أرادت. كم مرة أخبرتك ألا تبذري تلك النقود؟ إنها لك. آنسة أستل، كيف سمحت لها بهذا؟ آنستي، جودي كانت بحاجة إلى نقود للرحلة فقط. فقط؟ يعني أنك لا تريدين ملابس أو أحذية بالمرة؟ ما الذي تريدينه يا جودي؟ أتريدين الالتحاق بالمدرسة الثانوية بملابسك هذه؟ ستشعرين بالحرج. أنا سليزة، اعتقدت بأن الذهاب للمدرسة لن يكلف شيئا، لذا فأنا آسفة. آسفة. وزعيها عليهم. حاضر، لا بأس الآن، لقد سمحت لنا بذلك. يا آلك، هذه الهدية لك. هذا رائع. لقد اختارتها لك جودي. خذ يا إيريك، خذ. سادي، عليك أن تأخذيه. لقد كان افتراضي خاطئا، كان امرا طبيعيا ان تغضب سادي مني. ولا بد ان تومي وإريك قد غضبا مني ايضا. إيميلي، إيميلي، اهدئي حبيبتي، إيميلي. أعتقد أن لكل واحد أسلوبه في التعبير، حتى إيميلي الصغيرة. تومي سيذهب إلى الحقل، أما سادي فمن المحتمل بقاؤها هنا والاستمرار في العمل في مدرسة البنات الداخلية. وأما أنا فعلي أن أدرس بجد وأن لا أضيع هذه الفرصة الذهبية التي سنحت لي، وإلا سأكون آسفة لهؤلاء الذين لم يتم اختيارهم. لذا علي أن أكون جادة. هذا آخر تقرير أقدمه في مدرسة البنات. جودي أبو.
آسفة جودي، لا أستطيع مرافقتك إلى المحطة. لا بأس أنسة إستيل، ولكن أين الأطفال؟ لقد ذهبوا لوداع تومي. هل سيغادر تومي اليوم؟ نعم إنه سيغادرنا اليوم، إنه يكره الوداع كما تعرفين. لابد وأنهم غاضبون علي. هيا الآن سيفوتك القطار. هيا بنا. انتظر أنسة ليزا، هاكي تقرير الأمس. ماذا تقرير الأمس؟ أنت فعلا غريبة. يجب أن تنجحي، تذكري بأنك لن تعودي إلى هنا مرة أخرى. نعم سأفتقدك كثيرا يا جودي. أحبك أنسة ليزا. اذهبي بسرعة. عمرك سيدك. مع السلامة يا جودي. ودان أني سأكتب. ودان أني سليزة. بلغوا تحياتي لكل أصدقائي في المدرسة. ودان اهتمي بنفسك. حان الوقت. Thank you.